هي جد زينة البنات هي جد العروسة وصلت هي جد زينة البنات هي جد العروسة وصلت هي جد للعروسة نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا باحسن الاحوال. اليوم ملكة ولات عروسة، ملكة دارت الحنة عاشوراء والمناسبة. هانتوما المشاهدين، شربت معكم الحنة وبغيت نشارك معكم فاش كنت كنقش، ويعني البنت اللي كتنقش ما كتبانش، وحاولت خليت الفيديو حتى كملت النقش ولا ما كملت ليا. ورجعت مع اختي عائشة، ياك عائشة؟ رجعت اختي عائشة تعطيكم تحية ونكمل معاكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. ايوا حنا تنقشوا هذا النهار، جاتنا مع عاشوراء مع واحد المناسبة اللي تبعوا معنا يا المشاهدين ديال اختي ملكة، حتى ان شاء الله للنهاية. المهم عائشة هيا بنت معايا في القناة، ومرحبا بها اختي عائشة. المشاهدين كيسولوني على عائشة، هيا عائشة البسيطة معاكم. وهي عائشة كتنقش، قبلهم شو يشوفوا النقشة ديال عائشة ويشوفوا ديالي. هانتوما المشاهدين، شوفوا ردوا عليا كي جا عليا النقش. هانتوما راني نقشت غير لتحت، ما قديتش نطلع للصالون الفوق للصهد، وقلت راه نقش غير هنا في البرودية. يا بالصحة لالا عائشة، بالصحة بالصحة. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. هانتوما هي عائشة، واش غتقولي للمشاهدين؟ غنقول لهم كيسولوا فيك. تهلا وسهلا حبيب راسك. السلام عليكم. سلام. مرحبا بيا عندكم، وتانتوما مرحبا بكم عندنا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ايوا تنتمنى من الله تتبعوا معنا هذا الشيء اللي تنديروا ان شاء الله. المناسبة راه اختي عائشة اللي دايره، وجات مع المناسبة ديال عاشوراء. عاشوراء كنت اولا غنقشي واحد حنا نعاود درنا معقول نقشي نديروا النقش ديال عاشوراء. ايوا حتى جات المناسبة ديال اختي عائشة، وقلت راه نشاركوا معاهم كلشي مناسبة وكلشي. ايوا نتمنى تقبلوا على النقاشة ديالنا. هانتوما قربانا سيما يشوفوا النقش مزيان، واللي بغات ان شاء الله النمره ديال النقاشة نحطها لكم في صندوق الوصف، وصوني عليها راه عندها النقش تبارك الله زوين. هانتوما شوفوا النقشات اللي دارت لي اختي مينا. هانتوما هانتوما ولكن كوكا تتحرك تبقى دوري رجلك هكا ودوري. هانتوما جي لهنا اليدين، ردوا على ملكة كي جاها النقش. ها المشاهدين، ردوا عليا كي جاني النقش، النقش ديالي. واللي بغا النقش يجي عند اختي ملكة مرحبا بيه، ونعيط على اختي ميا نقش ليكم. ياك عائشة؟ اللي جا نقشو ليه، خلاص حنا العادة ديالنا الشلوح. اللي جا نقشو ليه العرب، اللي جا نقشو ليه. تيقول لك اللي كليتي ما شافو حد، زعما واخا يقولك مع شنو ما شافو حد، راه كليتي ولكن زعما حنيتي ولا جاولك شي بيجامه جديده ولا لا. ما غايشوفوها الناس والنقشة غايشوفوها الناس. ديك الساعة قبل النقشة كانوا الناس يديروا عيش حنا غير عادية فالله يسامح، ودابا ولا النقشة كانوا ولاو الناس يفرحوا بالناس، ولاو الناس كيفرحوا بالناس. ايوا نتمنى تقبلوا على هذا الفيديو. هذا المشاهدين اليوم غنحط لكم ان شاء الله الدار الفيديو ديال النقش، ومن مورا غتوكل على اختي عائشة الجارات، غدير غير الجارات غنشارك معكم داكشي اللي غدير. ام بعدو ان شاء الله غنمشيو مفاجاه نمشيو نجيبو العروسه نخليوها مفاجاه تشوفوا معنا كلشي. او مور داكشي عاوتاني كاين شي حاجه اخرى ياك؟ كاين وغنبغي ما تقولهاش للمشاهدين حتى تشاركوها معاهم. صافي المشاهدين غير تبعوا معنا ان شاء الله. اللي ما شفتوهاش عندي غتشوفوا عند اختي عائشة، اللي ما شفتوهاش عندي تشوفوا عند اختي عائشة. المهم بغينا باش نصبحو نوكلو توكل غدا ان شاء الله الجارات.
وغنوقفوا معها حتى توكل، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشيو عاوتاني نشدوا طريق بعيده شويه تنجيبوا العروسه. ايوا انتما معنا، مهم اللي درناها ما غنخلوا عليكم حتى حاجه المشاهدين. يا كايشه يا داكشي اللي كاين، دعيو معنا بالتيسير، والله يسخر الله يسهل، ودعي مع الناس اللي ما مجوش الله يجيب، الله يطلق السراح، الله يطلق السراح لكل شيء ما والش اللي وال اللي ما والش، الله يطلق له حزامه وان شاء الله يا ربي، واللي ما مزوجاش الله يجعل ربي يحن عليها ويجيب لها شي واحد اللي يكون معقول. هما كان على الجواز ديال جوج واحد، لا ماشي لا كان واحد انا والله الا كنتمنى زعما شي وحده اللي تزوج شي واحد زعما يكون داك الجواج صادق، وهذا ماشي جواج ديال المصلحه ولا ما تعجبنيش انا داك الشيء، لا لا الجواج ديال المصلحه ما كاينش مصلحه ولا ديال عاد بغيت ندرك ولا عاد نجيب الراجل ندرك به ولا ولا ولا، لا تعجبني الجواج ديال المعقول، الجواج ديال المعقول، الجواج المعقول، المراه المراه تاع راجلها وراجلها يطيحها، والمراه زعما شحال نقول لك اي حاجه يشكوها يا خايبه يا زوينه، المراه ما عرفتها اي حاجه يا الخايبه يعاود تعاودوا يا الزوينه تعاودوا شيء يا كلنا، شتي ما كاينش المفاهمه ان شاء الله، ولا ولا واخا يدافع ما يقطعش الغا، يقطعش الغا ما يقطعش الغا، لا ما تعجبنيش خصني يدافع ويطرح من البلاصه يموت ويتصرف من البلاصه، داك الشيء اللي كنديرو الناس حيت علاش داك الشيء كيفاش كنخلي ديك العشره تدوم ياك، والله الله يسمح لنا، الله يبعد علينا ولاد الحرام، الله يسمح لنا، الله يسمح لنا الا غلطنا ولا شي حاجه، الله يسمح لنا، نتمنى من ربي يسمح لنا ويغفر لنا وصافي ما ايوا المشاهدين. المهم الحنه ديالي راهي مسات، المهم يعجبوني جديدات عائشه ما كنمشي خليهم هكا ما كرهتش انا تبقى لي حنه هكا، والله العظيم ها انتم خليها هكا قايا. انا كنحلم قليل نقش، انا فاش كنت صغيره فاش كنمشي شي واحد عمتي من الله يرحمها خصني نمشي عندها تحني ليا، كيعجبني نمشي عند جداتي غير غير تحني ليا، كنمشي لبات عندها غير على حساب الحنه، واللي ما حنالياش كنبكي كنرجع كنبكي كنقول لك كنبكي باش الحنه ما جاتهاش، تنبقى نبكي وتناكلها في راسك، انا سهل. انا زعما كنت حنه، ولكن ماشي هذه الحنه اللي كانوا تيخلطوا بها باليد، ما كلش فيها الدو اليوم، ما كلش فيها ما الى ايوا. المهم واخا كاينه كورونا راه المناسبات المشاهدين كاينين، الناس كيديروا المناسبات، والله يا اختي انا كيديروا المناسبات، كندوز شي زنقه ونلقى فيها العلاج ونلقى فيها التحقيقيه ونلقى فيها، انتي ما بغيتي ديري لنا والو خايفه يا اختي، حتى حاجه ديرو عين بغيتي القانون المسطره بالخا هي شي اللي كاين فرحوا وصافي شويه، هذا ما كاين لا دقيقيه ما كاين لا ديسكور لا حتى حاجه، حتى حاجه ما كاينه الو يا بغيتي عاد تاكلي خاصه الماكله، خلي تاكل بيدو دير الشطيح، شوفي تا واحد ما خاصها، تا واحد ما خاصها الماكله، ولكن اختي شنديرو نخافو القانون يا راه قولي لي بيناتنا وصافي، بيناتنا بيناتنا وصافي، طيب لنا شنو ديال ندير تقولي الناس واصله نديرو بس واصله دابا لا لا راه محاحه دارني بس لا سلام لا رسول الله الى الجاي لا جا سيدنا محمد الله معاه الجلالي ما كتعرفيش علينا تغرتي اولا نقاش راسك من زغر تزغرت الاخرى لخديجه ايوا شنقول لكم المشاهدين، هانتوما معنا حتى تنقش عيشه، ونعاودو نكملو معاكم الفيديو ان شاء الله فاش تكمل عيشه، عيشه بسيطه عيشه بسيطه، ما هي عيشه بسيطه غير في القناه دابا عيشه، ايوا خلينا ما قلتي لا نكات للمشاهدين لا ولولي دابا كتنقشي، لا دابا تنقش انا ماشي كنعاود ودابا نقش دابا انا ياك، خلينا نكات مره اخرى مزيان مزيان عيشه مزيان، عايشك على بوي عطيك اللوزات ها اختي، ما عنديش انا مع اللغز، باش غنفك ليه الباك داك اللغز باش غنفكو هيا جات زينت البنات، هيا جات العروسة وصلات، هيا جات زينت البنات، هيا جات العروسة وصلات، هيا جات للعروسة هيا جات للعروسة.
انتم البنات ها الحنه ديالي من بعد ما نضت وغسلتها انتم كي جات صدقات تبارك الله ما شاء الله. البنات اللي قالوا لي شاركي معنا الحنه فاش تصبح الحنه ديالك نشوفوا واش خرجت ولا لا، ها انتم راه خرجات تبارك الله ما شاء الله. الله يخلي لكم ما عز عليكم ويخلي لكم صحتكم المشاهدين. ايوا نتمنى هذا الفيديو تقبلوا عليا وينال الاعجاب ديالكم وتخليوا لي واحد اللي يدخل يخلي لي واحد اللايك وشي كومونتير زوين. وهذا هو المشاهدين، وما بقى الا نقول لكم السلام عليكم.